أرحب فيكم أصدقائي المشاهدين بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة العلوم، وبهيدي المادة بنتعلم أشياء كتير مفيدة ومهمة لحياتنا. أكيد أنتوا عم تتعلموا هالأمور المهمة، تذكروها حتى تقدروا تفهموا الدروس الجديدة اللي رح نتعلمها بالحصص اللي جاية، لأنه كلهم مرتبطين ببعضهم وبيساعدونا تنعرف كيف بدنا نعيش وشو لازم ناكل وكيف نحافظ على جسمنا وكتير اشياء تانية مهمة. وما تنسوا تجيبوا دفتركن والقلم وتكتبوا عندكن كل الاشياء اللي رح نكتبها، وتتعلموا كمان شو منسميهم باللغة الانجليزية، لانه هيدا امر مهم وضروري انه نعرفه. وكمان لازم نكون فاتحين دينينا لنعرف كيف منلفظهم، وعيوننا تنشوف كتير منيح. وهلأ بالبداية رح اترككن مع تقرير من عمل خصيصا لهيدي الحصة، بدي اياكم تشوفوه كتير منيح وتنتبهوا له، ومن بعده منباشر بدرسنا لليوم. Our food consists of a variety of things: cereals, vegetables, fruits, meat, fish, milk, and eggs. Cereals: wheat, oat, rice, and corn are cereals. Wheat is a cereal used to make bread. We eat corn and rice cereals with milk at breakfast. We eat cooked rice with a variety of vegetables, such as peas and beans. We also need green leafy vegetables. Vegetables. Vegetables supply vitamins to our body. Lettuce, rocca, parsley, onions, cucumbers, tomatoes, and carrots are examples of vegetables that we can eat raw. A nice salad dish. Zucchini, eggplant, asparagus, spinach, carrots, potatoes, sweet potatoes, are some of the vegetables and roots we cook and eat. Fruits. We all love to eat fruits. Fruits form an essential part of our diet. Fruits such as bananas, apples, guavas, pomegranates, figs, grapes, mangoes, pears, and watermelon. Meat, fish, and eggs. Meat, fish, and eggs provide protein to our body. Without protein, we feel lazy, tired, and weak. We need fish, meat, and eggs to keep our energy. Dairy products made out of milk. The dairy products made out of milk are cream, labne, yogurt, cheese, and butter. Oils, butter, and margarine. Oil, butter, and margarine are important, but they should be used in a very small quantity. من بعد ما شفنا هيدا التقرير، مثل ما وعدكم رح نبدأ بدرسنا لليوم. ودرسنا اليوم كتير حلو ومفيد لإلنا، لأنه بيحكي عن الأطعمة والأغذية اللي نحنا منتناولها منكلها حتى نقدر نعيش. بتعرفوا أنه نحنا ما فينا نعيش إذا ما كنا منأكل كل يوم، ومش مرة بس بالنهار، منأكل عدة مرات بخلال النهار، لأنه الأكل اللي منتناوله نحنا بحاجة له حتى جسمنا يضله متين وقوي، ونقدر نقوم بكل النشاطات اليومية اللي نحنا معودين أنه نقوم فيها. إذا ما بناكل منيح، جسمنا رح يضعف وفي مواد رح تنقص من جسمنا، ورح يبطل عنا نشاط، ومرات رح يأثر على ذاكرتنا وعلى أشياء كتيرة. منشان هيك ضروري ننتبه على نظام الغذائي بحياتنا، لأنه هو كتير أساسي ومهم. رح نشوف في بعض الأغذية والأطعمة لازم ناكلها عدة مرات، في بعض الأطعمة لازم ناكل شوي منها، في بعض الأطعمة لازم ما ناكل أبداً، لأنه ممكن تضر جسمنا وتفوت عليه مواد غريبة ممكن كمان تأذينا. رح أعرفكن على هيدي الأطعمة والأغذية من خلال شيء منسميه الهرم الغذائي.
يلي هو موجود قدامنا بهيدا الصورة. هو على شكل هرم إذا ملاحظين، ورح فسر لكم عنه أكثر، بس رح أقول لكم إنه هو اسمه باللغة الإنجليزية The Food Pyramid. Pyramid يعني هرم، The Food Pyramid يعني هو هرم الأطعمة أو الأغذية أو الهرم الغذائي. قبل كل شيء، قبل ما نتطلع على شو لازم ناكل أكثر من الأشياء الثانية، بدي إياكم تعرفوا إنه كتير 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 مهم بحياتنا اليومية إنه نكون عم نشرب كتير مي، يعني تقريباً 8 كبيات باليوم موزعين، يعني شوي الصبح، بعد شي ساعتين برجع بشرب، بعد شوي برجع بشرب، للمساء بدي أكون شربت على القليلة 8 كبيات من الماء. 8 glasses of water. اتفقنا؟ لأنه المي هي عنصر أساسي لجسمنا. ما ننسى، فإذا نشرب والمي لازم تكون نظيفة أكيد حتى نقدر نشربها. تنطلع على الأطعمة والأغذية اللي لازم نتناولها، بتلاحظوا هون بالجزء السفلي من الهرم من تحت في عنا الأطعمة اللي هي مصنوعة من الحبوب أو كمان هن النشويات والقمح يلي هن أساسيين لجسمنا، مثل الخبز مثلا أو العجينة، مثل المعكرونة، مثل إشياء كتير نحنا بناكلها مصنوعة من الحبوب، وهيدي الحبوب أساسية مثل ما قلت لكم. حتى الأرز كمان مفيد لجسمنا، خاصة إذا كانت الحبة كاملة مش مقشورة. وبتعرفوا إنه أكثر من مرة بخلال نهارنا لازم نتناول هيدي الأطعمة لأنها هي أساس بجسمنا. من بعد ما نشوف هيدي العيلة أو مجموعة الأطعمة اللي هي متألفة من الحبوب والنشويات، رح ننتقل للطبقة الفوق دغري يلي هي فيها عائلتين من الأطعمة. وحدة اسمهم الخضروات الخضار يلي هن vegetables منسميهم باللغة الإنجليزية. رح اكتب الاسم هون. vegetables، وأكيد ما ننسى هون cereals يعني الحبوب. ومن الناحية الثانية من الجهة الأخرى في عنا الفاكهة fruits. الفيجيتابلز يعني هن الخضار، كتير مفيدين لجسمنا وفيهم مواد بحاجة لها جسمنا، لازم نتناولهم كمان عدة مرات بخلال نهارنا، خاصة يلي هن لونهم أخضر. الخضار يلي هن خضر مثل الخس مثلا، مثل النعنع، مثل الأشياء اللي فيها ورق أخضر، هي مفيدة كتير لجسمنا. أكيد فينا ناكل أشياء تانية خضار طبعا بتنويع المأكولات اللي بناكلها، يعني مش دايما نفس النوع، لازم نشكل قد ما فينا. أما بالنسبة للفاكهة الفروتس، فكمان لازم ناكل فاكهة خلال نهارنا مثل تفاح، موز، ليمون، بطيخ، أي شيء تاني، إيجاص مثلا، بس ما لازم ناكل كتير 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 فاكهة لأنه فيهم سكر. أفضل إنه ناكل خضار أكثر من الفاكهة، لأنه الخضار ما فيه سكر، والسكر إذا أكلنا بكمية كتير كبيرة رح يتراكم بجسمنا، ومرات رح يخلينا نسمن من دون ما نكون عم نتغذى، وكمان رح يأذيلنا عدة أشياء بجسمنا. ننتبه ما ناكل كتير 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 بكمية كبيرة فاكهة، لازم ناكل فاكهة بس بطريقة معتدلة جدا. من بعد ما نحكي عن الفيجيتابلز والفروتس، بنطلع كمان طبقة ومنشوف انه هون في عنا كل منتجات الحليب. شو قولكم بنصنع من الحليب؟ يعني مثلا اللبن، الاجبان، كلها بنصنعها من الحليب، وهي فيها كالسيوم وفيها اشياء مفيده لجسمنا كمان لازم نتناولها، بس مش بكميات كتير كبيره، كمان لازم بنهار يمكن مرتين او ثلاثه يمرق شيء فيه من منتجات الحليب، يمكن لبن، يمكن لبنة، يمكن أجبان على عدة اختلاف أنواعها،
وأكيد لازم نتأكد إنه ما نكون عم ناكل بكميات كبيرة. ومن بعدها هولي منسميهم dairy products يلي هن مصنوعين من الحليب. رح اكتب هون dairy products. والجهة الثانية في عنا الأشياء يلي جاية من الحيوانات، المنتوجات اللي بيعطونا إياها الحيوانات، مثل اللحمة، مثل مثلا البيض، بتعرفوا انه البيض بنجيبه من الدجاج، ومثل كمان بالاضافه للمنتجات الحيوانيه في عنا الحبوب يلي هي مثل الفاصوليا والاشياء الثانيه، كمان هي مفيده لجسمنا وبتساعدنا بس مش بكميه كثير كثير كبيره. شوفوا كيف هيدا الهرم كل ما عم نطلع لفوق لازم عم تصغر الكميه، يعني اكثر شيء لازم ناكل سيريالز، بعدين vegetables وفروتس اقل، بعدين dairy products والهول الاشياء الثانيه اللي قلناهم عن الحيوانات والبينز كمان الحبوب الباقيه، واخر اخر اخر شيء لما نطلع لفوق يلي هن اقل شيء لازم ناكلهم بنهارنا هن الاشياء اللي فيها زيوت والاشياء يلي بتخلينا ننصح، يعني ما بتغذينا، بتخلينا نسمن بس، بتخلينا نصير هيك في بجسمنا دهون بدل ما يكون جسمنا صحي. وهالاشياء لازم قد ما فينا نتجنبها، يعني لازم ناكل شوي زيت، بنحط بالسلطه الجات الكبير شوي صغيره زيت، والاشياء المقليه بزيت كمان لازم نتجنبها لانه منا صحيه ابدا. وحتى السكاكر يعني الشوكولا كتير والبسكويت كمان كتير، وإذا بناكل كتير كتير سكاكر كانديز وإشياء تانية اللي فيها كمان ألوان وإشياء اصطناعية كمان لازم نتجنبها لأنه رح تأثر سلبا على صحتنا. أما بالنسبة للشرب كمان في إشياء إذا شربناها بتأثر على جسمنا بطريقة سلبية وبتخلينا نصير ما عنا نشاط وبس نتحرك هيك بنصير نلهت كتير ومنتعب دغري لأنه عبينا جسمنا أمور منا صحية، مثلا لما نشرب بعض المشروبات الغازية منا صحية أبدا ننتبه، والمشروبات اللي هي مش طبيعية كمان ننتبه منها حتى نحافظ على صحتنا. اتفقنا؟ فإذا هيدا الهرم الغذائي هو يلي بخلينا نعرف كيف لازم ناكل بشكل صحيح وسليم حتى نحافظ على جسد سليم. رح أكررهم بسرعة، أول شيء لازم ناكل الحبوب والنشويات اللي هن أساس بنظام الغذائي عنا، وبعدين بننتقل للخضار، لازم ناكل خضار أكثر من الفاكهة أكيد، والفاكهة مهمة إنه ناكلها، وبعدين منتجات الحليب والمنتجات الحيوانية والحبوب كمان بكمية أقل، وآخر شي فوق لازم نتجنب قد ما فينا إنه ناكل الأشياء المقلية بالزيت والأشياء اللي فيها كميات كتير كبيرة من الزيت والدهون، لأن الدهون لما تفوت على جسمنا بتتراكم بجسمنا وبعدين بتصير تعطل الحركة عنا وما بتخلينا نكون نشيطين. اتفقنا؟ انتبهوا انتو كمان لما تتعلموا هول الاشياء وتكتبون عندكم جربوا طبقون، يعني انتبهوا شو رح تاكلوا، وما تنسوا انه نشرب 8 كبايات مي بنهار على القليلة حتى جسمنا يكون سليم وصحيح. خليكن مركزين معنا لأنه رح نتعلم كمان اشياء حلوة بالفقرة اللي جاية، ورح نتابع أصدقائي مثل ما اتفقنا بفقرة جديدة. خليكن معي بهذه الفقرة، رح أعرفكن على نديم ورولا. هيدا نديم، وهيدي رولا. نديم ورولا بحبوا كل يوم ياكلوا مع بعض، ومثل ما قلنا قبل انه الاكل هو شيء كتير مهم بحياتنا وكل يوم نحن لازم ناكل، مش مره واحده، عده مرات خلال النهار لحتى يضل في عنا نشاط وحيويه. اجا نديم وجاب اكلاته وحضرهم قدامه حتى ياكل.
جاب نديم هامبرجر، وبعدين أكيد حتى يشرب بحب يشرب مع الأكل مشروب غازي، وبعدين من بعد الأكل كان حابب إنه يتحلى ويأكل قطعة حلوى وسكاكر كمان عجلو. أما رولا فجابت أكلاتها وحطيت بهيدا الصحن خضار متنوعة، جزر وبندورة طماطم وأشياء تانية كمان خضرة مثل ما حكينا قبل شوي مفيدة، وكمان أرز رايس، وبعدين حبت إنه تاكل موز بنانا. يعني رولا عم تاكل فيجيتابلز رايس وبنانا يلي هي شو؟ فروت، ما هيك؟ إنه هي قلنا بتكون من الفاكهة فروت. بينما نديم كان عم ياكل البرجر وعم يشرب مشروبات غازية يلي قلنا انه هي بتأذينا، وعم ياكل الجلو وكانديز وسويتس. طلعوا منيح، طلعت رولا بأكلات نديم وقالت له يا نديم بس انت عم تاكل كتير 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 اشياء مش صحية ما بتفيد جسمنا. هو قال لها بلا بلا كيف، ما هول كلهم بهيك كتير طيبين وانا بحبهم. بس قالت له رولا لا مش ضروري اذا طيبين يعني يكونوا بفيدوا جسمنا، يمكن نحنا ناكل سكاكر كتير وهن كتير طيبين، كل واحد منا بحب ياكل منهم، بس تذكروا انه فيهم كمية سكر كتير كبيرة بتضلها بجسمنا بتعطل النشاط والحيوية وما بتغذينا ما بتخلينا ننمى بشكل صحيح. قالت له رولا انا اخترت انه اكل خضار فيجيتابلز واكيد ارز مثل ما قلنا، لانه الارز بتتذكروا بالهرم الغذائي بالفود بيراميد كان من الحبوب الاساسية اللي لازم ناكلها كل يوم، الارز والقمح والخبز يعني والاشياء التانية اللي هي نشوية مهمة لنا. واذا بدي اكل حلو نحن اتفقنا انه فينا ناكل شوي بكمية قليلة فاكهة فروتس، والبنانا هي فاكهة فينا ناكل منهم من بعد الغداء. وشوفوا انه رولا كمان مش عم تاكل نوع واحد من الخضار، مثل ما قلنا قبل ضروري انه نعمل سلطة يعني فيها عدة انواع، يمكن بقلب السلطة منحط خس او ملفوف ومنحط معهم طماطم وشوي جزر، وممكن نحط معهم خيار وفجل وفليفلة، وخضار كتير كتير مفيدة لجسمنا. كل ما ناكل خضار أكتر كل ما نكون عم نفيد جسمنا. وإذا بتلاحظوا رولا ما جابت شي حتى تشربه، ما عندها هي مشروبات غازية. قالت له يا نديم بس المشروبات الغازية أول شي فيها كتير سكر وفيها مواد ملونة كمان اصطناعية مش طبيعية، وفيها مواد تانية منا صحية لجسمنا، شو رأيك إنه ما تشربون؟ وكمان ما نشرب مع الأكل، لأنه لما نشرب مع الأكل المشروبات بتعطل عملية الهضم بتخففها وبنصير نطول تنهضم وبننعس بعد الأكل، وهيك بصير في مشكلة بمعدتنا. أفضل مثل ما عملت رولا ناكل بالأول المأكولات الغذائية الصحيحة السليمة، من بعد ما ناكل بفترة إذا عطشنا فينا نشرب، أو قبل ما ناكل مثلا بنص ساعة أو بساعة فينا نشرب ماء لنضيف water clean water يعني مي نظيفة نشرب، وبعدين بعد شوي نرجع ناكل الأكل الصحي، وبعدين إذا رجعنا عطشنا فينا نرجع نشرب مرة تانية. ما ننسى كم كباية لازم أقل شي نشرب؟ 8 ومي نظيفة. وهيك نديم قال لها لرولا، قال لها بتعرفي يا رولا لأنه أنا معود كتير أكل هالاشياء السكاكر
والصح انه يمكن بالبرجر فيه بقلبه خضره شوي، بس هي منا كافيه، واللحمه اللي بالبرجر فيها دهون، لازم ننتبه انه يكون فيها، ما فيها دهون، يكون في لحمه بلا دهون، لانه الدهون بتتراكم بجسمنا. قال نديم انا بوعدك يا رولا انه بدي اجرب خففهم، يعني مرت الجاي مش رح اكل ولا شيء من هول، رح خففهم ورح جرب انه صير اكل مثلك يا رولا. وفعلا نديم صار يخفف الحلويات والمشروبات الغازيه والمأكولات الغير صحيه. قالت له رولا بتعرف شو، خلاص ما تاكل الاشياء اللي ما بتفيد الجسم، يلا تعا حتى ناكل سوا الخضار، رح نتشارك فيهم انا وياك، والارز والموز. وهيك قعدوا نديم ورولا واتفقوا انه من هلا ورايح دايما بدهم ياكلوا الطعام السليم والمفيد، منسميه هيلثي فود، الطعام الصحي منسميه هيلثي. رح اكتبها هون هيلثي فود. اتفقوا نديم ورولا انه من هلا ورايح رح ياكلوا هيلثي فود، يعني طعام الصحي. وانتو كمان خدوا قرار انه بدنا نخفف كل الاطعمه يلي مش صحيه، بدنا ناكل الاشياء الصحيه اللي بتفيد جسمنا. وكمان مره رح اقلكن خليكن منتبهين ومركزين للفقره اللي جايه. رح نكمل سوا مثل ما اتفقنا بهيدي الحصه، ورح نكمل بموضوعنا وعم نحكي كيف ممكن ناكل بطريقه سليمه ونعيش بطريقه صحيحه وسليمه. بس تعرفوا مش بس الاكل هو اللي بخلينا نعيش بطريقه صحيه وسليمه، في اشياء تانية قلنا انه لازم نشرب مي كتير، كمان بيساعدنا انه نكون نشيطين وجسمنا عم يشتغل بشكل صحيح. وفي بعد شغله كتير 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 مهمه هلا رح نحكي عنها، هي النوم. نام، كيف بننام وقديش لازم ننام؟ بتعرفوا اذا الواحد ما بينام، اذا منسهر وما بننام، ما فينا ابدا نركز وما فينا نتذكر وما فينا ننتبه، لانه النوم هو وسيله لحتى جسمنا وعقلنا وكل شيء فينا يرتاح. كرمال هيك في عنا الليل حتى ننام فيه، والنهار حتى نشتغل فيه ونلعب وناكل ونعمل اشياء تانية. واذا كنا منطول بالليل كتير 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 حتى ننام، رح تلاحظوا انه انتو رح تصيروا تغضبوا بسرعة مرات، ورح تصيروا هيك نعسانين وما لكم جلادة تتحركوا، وكل الوقت تحسوا بتعب، لانه النوم هو شيء كتير اساسي بخلي عقلنا انه يشتغل بشكل صحيح، وبخلينا نفكر بطريقة منيحة وصحيحة، وبخلينا كمان انه نقدر نقوم بكل واجباتنا بشكل كتير منيح. كرمال هيك كل يوم في وقت معين لازم ننام فيه، ما فينا ننام كتير متأخرين، يعني نسهر 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 وبعدين الصبح لما يطلع الضو بدنا نفيق، ما فينا، لانه بكون روحنا علينا ساعات لازم نكون نايمين فيها. كرمال هيك افضل شيء اذا نحن بدنا نفيق الصبح تنروح على المدرسه او تنروح على الشغل، مرات في اشخاص بفيقوا يروحوا يشتغلوا، وفي اشخاص بيكونوا بعدهم بالمدرسه بفيقوا تيروحوا على المدرسه، كلهم بفيقوا بكير. تنقدر نفيق بكير لازم كل يوم ننام قبل الساعه 8. لما تصير الساعه 8 المساء لازم اكون انا صرت بالتخت ونايمه. اذا كان عندي تاني نهار عطله، ممكن مرات اسهر شوي صغيره، يمكن نام 9 أو 10، يعني انا بكون سهرت مع اهلي مع عائلتي اذا كان عندي كان تاني نهار عطله. اذا ما عندي عطله وبدي فيق بكير، افضل انه نام بكير. كرمال هيك هون على اللوح في عندي هيدا عدة خانات رح اكتب فيهم ايام الاسبوع، the days of the week، بهيدا الخانات رح اكتب ايام الاسبوع، او مثل ما بنعرف اسمهم the days of the week. day يعني يوم نهار، week يعني اسبوع، the days of the week يعني ايام
الأسبوع. نبدأ فيهم إذا بتعرفون ساعدوني فيهم، أكيد كتير منكم صاروا يعرفون. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. يعني الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. عادة نحن هون لازم رح اكتب، شوفوا شو رح اكتب هون، رح اكتب before 8، يعني لازم نام قبل الساعة 8، وهون رح اكتب after 8، يعني فيني نام من بعد الساعة 8. الاثنين اقول لكم اي ساعة لازم نام، قبل الساعة 8 او بعد؟ اكيد قبل، لانه الثلاثاء في عندي مدرسة او في عندي شغل، لكن لازم نام before يعني قبل، after يعني بعد. before 8 يعني قبل 8 لازم كون نايمة لحتى كون عم بشبع نوم واقدر اشتغل مزبوط. ثلاثاء كمان لازم ننام قبل الساعة 8 لانه الاربعاء في عنا مدرسة. الاربعاء كمان لازم ننام قبل الساعة 8 لانه الخميس في عنا مدرسة. الخميس في اشخاص بيناتكم الجمعة بيكون عندهم يا عطلة، بيقدروا انه يناموا من بعد الساعة 8، واذا حدا منكم الجمعة بيكون عنده مدرسة لازم ينام قبل الساعة 8. انتو شوفوا، اذا كنتوا عندكم عطلة فيكم تسهروا شوي، واذا ما عندكم عطلة لازم ننام قبل الساعة 8. والجمعة لانه السبت بيكون عنا عطلة فينا ننام بعد الساعة 8، والسبت في اشخاص بيناتكم لازم يناموا قبل الساعة 8 لانه الاحد بيكون في مدرسة، او بعد الساعة 8 لانه الاحد في عطلة. والاحد على الاكيد لازم ننام قبل الساعة 8 لانه الاثنين بيكون عنا مدرسة. عملوا انتو لإلكم مثل رزنامة كالندر، وحطوا عليها اي ايام لازم تناموا قبل الساعة 8، واذا فينا نسهر بالايام يلي عنا فيها عطلة. هيدي كانت اخر فقرة بحصتنا لليوم. هلأ بدي اياكم انه تضلكم تتذكروا هالمعلومات، وبدي ودعكم لحتى ارجع التقي فيكم بحصة جديدة المرة اللي جاية. الى اللقاء. Our food consists of a variety of things. Cereals, vegetables, fruits, meat, fish, milk, and eggs. Cereals. Wheat, oat, rice, and corn are cereals. Wheat is a cereal used to make bread. We eat corn and rice cereals with milk at breakfast. We eat cooked rice with a variety of vegetables, such as peas and beans. We also need green leafy vegetables. Vegetables. Vegetables supply vitamins to our body. Lettuce, rocca, parsley, onions, cucumbers, tomatoes, and carrots are examples of vegetables that we can eat raw. A nice salad dish. Zucchini, eggplant, asparagus, spinach, carrots, potatoes, sweet potatoes are some of the vegetables and roots we cook and eat. Fruits. We all love to eat fruits. Fruits form an essential part of our diet. Fruits such as bananas, apples, guavas,
pomegranates, figs, grapes, mangoes, pears, and watermelon. Meat, fish, and eggs. Meat, fish, and eggs provide protein to our body. Without protein, we feel lazy, tired, and weak. We need fish, meat, and eggs to keep our energy. Dairy products made out of milk. The dairy products made out of milk are cream, labneh, yogurt, cheese, and butter. Oils, butter, and margarine. Oil, butter, and margarine are important, but they should be used in a very small quantity.